المهم ان من اهم يعني معجزات النبي صلى الله عليه واله الاتيان بالتشريع العادل الكامل المستمر والواسع بهذه الساعة العظيمة حقيقة هكذا. وقد طبق طبعا في زمان النبي صلى الله عليه واله ولم يرى الناس منه الا الخير والسعادة، بالرغم من يعني شنو، بالرغم من قلة واردهم الاقتصادي وضعف نفوسهم، الا انه مع ذلك لم يروا منه الا الخير والسعادة والعدل. وطبق ايضا في زمان امير المؤمنين سلام الله عليه ولم يرى منه الناس والمجتمع الا الخير والعدل والسعادة. وسوف يطبق في زمن الامام المهدي سلام الله عليه وسوف لن يرى منه المجتمع الا العدل والسعادة والرفاه. يأتي بالدين كما انزل على رسول الله صلى الله عليه واله، ويأتي بالقرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويأتي بالعدل كما أنزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشكش يأتي بالإسلام الواقعي من جميع الجهات، فكيف نتصوره فيه ظلم مهما قل؟ لا يمكن ولا قدر شعره بالاصطلاح.